بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حياة آل أحمد إبراهيم، عندي 29 سنة. طبعا من الساكنة هون الحمد لله، وربيت بهذه الأرض كبرت فيها. فكرة الأب ديالي بما أنه عنده تجربة قوية في الميدان السياسي، عائلتي كاملة الحمد لله تنتمي إلى ميدان سيادي، وأنا أول مرة كنضم بالفضل. هذا الشيء راجع بالفضل الوالد. الحمد لله الحملة الانتخابية كأي الحملات في المغرب تخطط الحمد لله زينة وطبيعية هادئة، ما فيها أي عرقلة أو مشكل. بالنسبة لتشكيل المجلس والتصويت على النظام الداخلي، هادو دورات كيكونوا من بعد الاقتراع، كيكونوا من بعد التنصيب. الحمد لله غادي نقول لك بأنه ما كاين أي شيء سهل، ضروري من عراقي، ولكن الحمد لله تجاوزناهم وصوتنا على النظام الداخلي مجموعين، وشكلنا اللجان ديالنا الحمد لله بكل هدوء. احنا سنة 2021 وقبل منا الحمد لله كانوا العنصر النسوي يشارك، ولكن فعلا انه العنصر النسوي عاد كثير في الميادين، ياسر الميادين، ولكن الحمد لله عادي ان شاء الله. واللي نقول ان شاء الله بالنسبه للساكنه كسابه الساكنه اللي معانا وتابعنا على الجماعه، ان شاء الله اللي تمشي منهم لقدام الاحسن والاحسن الى رضا الله، ونتمنى نكونوا عند قد المسؤوليه والثقه اللي داروا فينا ان شاء الله.